استاذ عصام، نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي انت هتلعب دلوقتي كل تقريبا 72 مباراه، 72 ساعه مباراه، وفي الثالث تلعب زي بتاع الليله الكبيره كده، شارعين وفي الثالث تكسر. مش عارف، بس بيني وبينك انا برضو ان انت تلعب 9 مباريات في 28 يوم ولا في 27 يوم؟ 28 يوم اعتقد الموضوع صعب جدا. 9 مباريات في 28 يوم، يا رب بس يظلوا محتفظين بهذا الرقم، لانه الاهلي حين يعني تستدعيه فكره البطولات الكبرى لابد ان يشارك. صحيح. هذا هو الكبير، ما باليد حيله، حين كمان لاعبيه يطلبوا في المنتخب، دي الحاله الوحيده اللي بتوقف يعني الاهلي اولا، لا المنتخب اولا، بتحصل للتكرار يعني، مش هنقعد نقولها كل شويه. كاس العالم الانديه خير شاهد يعني، لعبت بباقي الفريق الى ان استعدت الدوليين، ومع ذلك انا بقول لحضرتك انه يا رب بس تقف على كده، ما يحشروش بقى كمان ماتشات تانية وحاجات كده. لا لا، انا بقول لحضرتك كمان الاهلي هيبقى عنده مشكله كبيره جدا جدا في وقت من اذا صحت الاخبار والشائعات اللي بتقول انه مدير ماتشات الكاس، لا لا، المدير الفني للمنتخب الاولمبي للمنتخب الاولمبي بيقول محتاج عبد المنعم وعاشور. فلو مدير المنتخب طلع كابتن ونفى الكلام ده، لو صح ما انا بقول لو 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 هي دلوقتي بقى ممكن يبقى محتاج الشناوي، ممكن يبقى محتاج شوبير، ممكن يبقى محتاج، مش عارف، ما حدش عارف. انت بقى لو وصلنا واغلب يعني المحللين تكلموا عن جون بحجم يعني الشناوي ثم شوبير كحراس يعني هم الافضل تحديدا، حتى يعني انا سامع حتى الكابتن عادل طعيمه كان بيقول انه افاده لهذا المنتخب ان يكون معاه حارس دولي بحجم الشناوي. فانت بقى هي بالون اختبار ولا ايه؟ الله اعلم بالظبط. لكن بالمناسبه يعني ما حدش بقى يطرق بوابات الوطنيه وانه ده شان وطني. البطوله دي لو ان لدينا هنا من يخطط، مع احترامي للجميع، كان يبقى عندنا مسابقه 23 سنه عشان اللعيبه دي تبقى بتحتك، عشان ده السن الاولمبي ودخول النجوم في الاولمبيك جيمز يا كابتن وحضرتك فاكر واكيد محمد لان دي شغلتنا، كان للتسويق مش عشان تاخد نجم من النجوم او فاته في عمره انه يشارك في الاولمبيك جيمز بدوائرها الخمس ايام ما كانت الرياضه لا تهدف للربح. فانت ما تجيش تقول لي ان املي متعاظم على اللعيبه اللي هم لعيبه الفرق الاولى يعني ونجوم البلد عموما بغض النظر عن لون التيشيرت، وتقول لي لا هو كده بلاش. يعني ايه كده بلاش؟ وفي محترفين في يعني اتكلموا مع المحترفين، شايف المحترفين يبقوا افيد بغض لو يقدروا ياخدوا المحترفين. لا اصل موضوع البالونه طلعت ازاي؟ انا كنت مراقبها. البالونه طلعت في سكه يا دول يا اما ما حدش يسالني. شوف بقى بقيه الجمله، ما احنا السم في العسل بقى، كفايه كده يا جمهور الاهلي. خلي بالكم ان الدنيا بتروح في سكه الاهلي الكبير وبتاع، بس واحده كده يا دول يا اما ما حدش يكلمني على المنافسه. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما اظنش الراجل ده، الراجل ده له تاريخ وله سي في، ما اظنش يكون يعني قالها بالشكل. لا انا لسه طبعا بدري، افيد ناس لسه لم يتم الاعلان. وجهه نظر كابتن اسلام وجود محمد صلاح وتريزيجيه ومعاهم زيزو، يعني ده هيبقى مفيد للمنتخب اكتر من وجهه نظري. كويس انك قلت صلاح، لان اول حاجه قالها فلتتحدثوا مع ليفربول امبارح. والله انا طبعا اول حاجه لازم لا مانع لدي فلتتحدثوا مع ليفربول لو ليفربول وافق، لانها بره الاجنده تيالي. طبعا طبعا مش تيالي، هي حقيقي هي بره الاجنده، ما لهاش علاقه. اهم حاجه بقى فيها كابتن انه ده ما فيهوش اي حاجه من اللي بيتوزع هنا على الجمهور الطيب اللي بيحب بلده، لان معموله للسن ده اساسا. صح. ومن يمكنك انك تكون واخده معاك من اللاعبين من اللاعبين الكبار يعني، أو فوق السن يعني. طيب انا شايف كابتن الاهلي داخل على فتره صعبه جدا زي ما حضرتك قلت وذكرت، ضغطه ماتشات باللعب فاركو وبعد كده باللعب بالاتحاد في اسكندريه في ظرف قاعدين الفرقه قاعده هناك ان شاء الله. في كلام ان هم ممكن يرجعوا عشان العيد الاضحى، ما اعرفش بقى يعني. صحيح، عشان العيد يعني كان في يعني فكر ان هم يقعدوا هناك يعملوا معسكر، لكن عشان عيد الاضحى او الارتباطات وكل عام طبعا وبلدنا مصر ام الدنيا بخير، فكروا ان هم يرجعوا يعملوا يعني عوده ويتمرنوا هنا تمرينتين وبعد كده يرجعوا تاني عشان مباراه الاتحاد، بعديها اللعب الداخليه، بعديها اللعب الزمالك، بعديها يعني في ضغطه ماتشات قويه جدا. مطلوب من مارسيل كولو الفتره الجايه انه يعمل الروتيشن ويعتمد على اللعيبه اللي يعني او التدوير اللي هو بيعمله بقاله فتره وماشي كويس مع الفريق، مع الحفاظ على القوام الاساسي للفريق. وعشان كده كابتن يمكن الراجل ادى اللعيبه الدوليين 48 ساعه راحه، ما يعني ما فضلش ان هو يشاركهم في التدريبات. هيبقى اول تمرين بكره، هيبقى اول تمرين اليوم بكره ويطلعوا من المعسكر على طول على اسكندريه عشان مباراه فاركو.
ومع ذلك النهارده عبد المنعم وعمر كمال كانوا موجودين في التمرين وعملوا جلسات في الجيم. يعني كانوا حريصين ان هم يزودوا ما يقعدوش اكتر، خاصه اطول من كده صحيح عشان ما يلعبوش كتير. يعني عبد المنعم لعب وعمر اللي ما لعبش، بس عبد المنعم بيحب دايما يزود يعني. فالفترة دي فترة صعبة جدا، محتاجة الدعم من جمهورنا، محتاجة اللعيبة تبقى مركزة. فقد أي نقطة خلال الماتشات الجاية كابتن اسلام يعني بيخلي بطولة الدوري لسه بدري وعندنا ماتشات كتيرة، بس بيخلي الموضوع ممكن بدل ما احنا نكسب ماتشاتنا نبقى في الصدارة، ممكن يخليك تستنى بقى نتائج الفرق الأخرى. فأنا أتمنى إن اللعيبة يعني تاخد الماتشات كل ماتش ببطولة، كل ماتش بالثلاث نقط الثلاث نقاط بتوعه، ناخدها خطوه خطوه كده لحد ما ربنا يكرمنا ونحافظ على بطوله الدوري الممتاز باذن الله.